رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام ولازلنا مستمرين بمزيد من الفقرات. وصلنا وياكم لفقرة يا هلا بالضيف، متعودين دائما بين نناقش موضوع من المواضيع اللي تكون اجتماعية، والموضوع يعني موضوع يكون شغل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يا أما نقدم بي لكم الفائدة من خلال المعلومات الصحية وضيوف اللي يرافقونا من خلال كل حلقاتنا اللي نعرضها على شاشة زاكرة وسبوتيفاي. طبعا لو تصفحنا ألبوم الصور الخاصة بولي فستجد صور له في حفل تخرجه من الجامعة، وصورة في يوم زواجه، وصورة مع أصدقائه في نزهة برية، صور قليلة تؤثر أحداثا مهمة في حياته وذكرى للحظات مميزة عاشها. ولكن الآن الشاب ماذا سيجد ابنه المستقبلي في ألبوم الصور الرقمي الخاصة بأبيه؟ سيجد آلاف الصور، صور في كل أيام حياته، أبيه طبعا، وهو يشرب ويأكل ويعمل ويمارس الرياضة، وهو يقود السيارة، بل وربما حتى وهو يصلي. سيشاهد صورا كثيرة ومكررة لتفاصيل يومية لا تعني شيئا، فلم يعد التصوير توثيقا لحدث معين وذكرى لمناسبة خاصة، بل أصبح الهدف منه نشر هذه الصور في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع من تعرف ومن لا تعرف، بحثا عن إعجاب أو تعليق أو أشخاص يحاولون البحث عن الشهرة. يا زهرة، فعلا اليوم احنا بعالم التطور وعالم السوشيال ميديا، ومن منا لا يبحث ايضا عن المتابعين وايضا بنشر العديد من الصور المختلفه. الحياه اختلفت، اليوم حياتنا تختلف عن حياه ابائنا واجدادنا بنفس الوقت، ولا بد ان نسجل بعض اللحظات الجميله في كل يوم يمر بحياتنا. انا بالنسبه لي اقول هنيئا لمن جعل هذه الحياه هو اول باول يصوره. فمشاهدين اليوم انه احنا راح نسلط الضوء طبعا على هذا الموضوع بتفصيلات اكثر واوسع، راح ناخذها من جوانب نفسيه واجتماعيه اللي تمس حياه الانسان. فلذلك يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم خبير الاعلام المرئي والمسموع والتنميه البشريه الدكتور محمد اكرم ال جعفر. يسعد صباحك دكتور، نورتنا. صباحكم ود ومحبه، صباحكم جمال، مشاهدي قناه زاغروس الرائعه التي صنعت لنفسها مكانة جميلة بين المتفرجين، وكذلك صباحكم أنتم المقدمين الذين تعكسون الجمال وتعكسون المستقبل. كلك دكتور، كلك دكتور، شكرا، مرحبا، شكرا لك، حياك الله، حياك الله وصباح الخير عليك مرة أخرى. طبعا دكتور، اليوم تصوير والتقاط الصور الشخصية والتقاط صور للأشخاص، اليوم مستحيل ما نمر بشارع ونشوف أشخاص يصورون بسيلفي، أو كل شخص شايل كاميرته ويسوي فلوج خاص بي. فريد نعرف اليوم صار التصوير هوس أم هي حالة جدا طبيعية لدى المجتمع؟ حقيقة لابد من الإشارة إلى أن هي الصورة هي حكاية في حد ذاتها، تحمل زمان وتحمل مكان وتحمل حدث وتحمل فعل. وعليه أن التكنولوجيا الحديثة قد سمحت أن تجمد الزمن لوهلة من في أن تجسد صورة معينة لحدث ما. فهذه التكنولوجيا حقيقة أصبحت في متناول الجميع، وأصبحت يسيرة، وأصبحت سلسة، بل في تطور مستمر وفي انشطار هائل في نوعية الصورة والتقنية والكواليتي والجودة. وعليه أصبحت وسائل التكنولوجيا ترافق حياة الإنسان. لا. يعني أنت اليوم تستخدم الحاسوب، تستخدم اللوحة الذكية، تستخدم الموبايل، الكاميرا في سيارتك، الكاميرا في ساعتك، في كل شيء. أصبحت الحياة عبارة عن صورة كبيرة تتشعب وننقل ما نشاء وما نريد. نعم. جميل. طيب دكتور، خلي ندخل إلى مجال علم النفس. نعم. وأيضا نغوص بأعماقه. اليوم حتى عالم الصور وأخذ لقطات السيلفي تعتبر لها تأثيرات نفسية على الإنسان. نعم. لأن هنالك لديه هوس بإظهار كل ما لديه بصورة يومية من أجل التباهي أمام الآخرين. نعم. كيف نفسر هذا الموضوع؟ حقيقة لابد من الإشارة إلى موضوع جدا مهم، أنه إحنا نطلق الآن كلمة سيلفي على الصور اللي يصورها بصورة شخصية. تمام. هذه الكلمة حقيقة وجدت في عام 2002، أحد المصورين الأستراليين صور نفسه ونشر الصورة وقال إنه هاي سيلفي، ومن هنا بدأت كلمة السيلفي، انطلقت. وعليه هي كانت ما موجودة حقيقة في القاموس. نعم. ولكن بعد سنوات من انتشارها قاموس أكسفورد أضافها كمفردة علمية، اللي هي سيلفي، هي تصوير الشخص. نعم. لنفسه. هذا الهوس حقيقة إلى مجموعة من الأسباب
والمسببات. قد تكون دوافع شخصية ذاتية، وقد تكون دوافع شخصية مجتمعية. الذاتية الإنسان يعاني من الوحدة. لا يحقق شيء على أرض الواقع. ووحيد ومدى يحقق هذه الهالة الكبيرة في أرض الواقع وبالتالي يحاول أن يحقق هذه الهالة الكبيرة الاجتماعية من خلال الاهتمام، وين يحققها؟ ببرمجيات السوشيال ميديا ومن خلال التصوير، وبالتالي هو يوثق جميع تفاصيل حياته بأبسط الأشياء. ولكن حقيقة هذه تأخذ جوانب متعددة، أكو جوانب سلبية وأكو جوانب إيجابية بالموضوع. بس نقطة دكتور، هنا ممكن الأشخاص اللي ذكرت اللي هم يعانون من الوحدة فعلا، هل اليوم ممكن التعليقات الإيجابية هي تعالج في الجزء موجود داخل أنفسهم؟ نعم، سؤالك كلش مهم. تعالج افتراضيا، أكو عايش في عالم افتراضي وأكو عايش في عالم الواقع. إحنا اليوم كلتنا بنستخدم العالم الافتراضي يوميا. إحنا صباحا أنا مقت الموبايل مالتي اللي هو عالم افتراضي، أستيقظ صباحا أول عملية أروح إلى جهاز الموبايل، ومن ثم حتى إحنا في حياتنا العامة ما نقدر نستغني عن الكمبيوتر، حتى في سياراتنا أصبحت التقنية الرقمية كاملة في كل أجزاء حياتنا. وعلي هذه الوحدة والتوحد لا يجب أن تكون سائدة في حياتنا. فهو من يبحث عن اللايك وعن الإعجاب وعن الابتسامة اللي هي ضمن مواقع السوشيال ميديا أو التحقيق الرؤية الأكثر، هو عايش في عالم افتراضي ما مطبقة بالواقع، وعليه هناك خلل كبير في العيش في العالم الافتراضي والعيش في العالم الواقع. لابد من وجود موازنة بين الطرفين. اليوم أنا أعيش العالم الافتراضي، هو العالم هالشكل، التقدم هالشكل، التكنولوجيا هالشكل، تريدنا نطور، تريدنا نروح إحنا ريدنا. ولكن هناك قضايا كلش كبيرة، هناك أمن سبراني، أمن شخصي، أمن ذاتي، أمن مجتمعي، أمن عائلي، لابد أن نأخذ في حساباتنا هاي الحسابات، وعليه لابد أن نوازن بين العيش في العالم الافتراضي والعيش في العالم الواقعي. وعليه إذا هو راح واندمج في سعادته في هذا العالم الافتراضي راح يتوحد جدا مع جهاز اللي يستخدمه ويتحول معها ويتوحد مع هذه البرمجيات، وبالتالي تكون انعكاسات على مستوى الفرد سواء كان على المستوى الاجتماعي او الشخصي او النفسي ومن كل وحتى الصحي. جيد جدا. يعني دكتور، اليوم التكنولوجيا تلعب دور جدا مهم وكبير في حياة كل فرد من عندنا. أتوقع حتى التواصل فيما بين الأشخاص والعائلة صار عن طريق الجروبات المهمة اللي تكون يعني موجودة على كافة البرامج اللي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. جروبات العائلة طبعا. أيضا من خلال السيلفيات الموجودة، يعني الجروب لا يخلو من السيلفيات الخاصة بأفراد العائلة والصور الملتقطة على المائدة سواء كانت أو بسفرة معينة. لكن دكتور، يعني على أساس أن الأبحاث تقول بأن استخدام التكنولوجيا الزائد والهوس بالتقاط الصور وباقي التفاصيل يؤدي إلى الاكتئاب الحاد لدى بعض الأشخاص، هل هذا شيء صحيح؟ حقيقة أنه يعني أنا شوي أتقاطع وياك أنه تكنولوجيا زائلة، لا هذا مو صحيح. التكنولوجيا في تقدم وتسابق الزمن. إحنا اليوم كل ما نبحث بالعلوم ونروح إلى علوم مجاورة أو علوم حديثة نشوف نفسنا بعدنا ده نحتاج استخدامها بصورة صحيحة تسابق، عفوا إذا تسمح لي. ولكن هي التكنولوجيا خلقت حالة شدك إلها. شلون شدك إلها؟ اليوم احنا كلتنا بنستخدم كل مواقع السوشيال ميديا، هي تجذبك نحوها. شلون تجذبك؟ بالاشعارات. كل شوي انت جايك اشعار من الواتساب، جايك من التليجرام، جايك من الفيسبوك، هي اشعارات تجذبك نحو هذا الموضوع. زين، وعليه اذا انت مثل ما قلت يعني او مثل ما اشرت مسبقا اني انه اذا انت راح تعيش في هذا العالم الخيالي الغير واقعي راح تحول عندك مشاكل كبيرة حتى على مستوى السلوك الشخصي بالنسبة للأشخاص المهووسين. تتكلم يعني يبدأ بالتنمر في حال كان عنده حصول العكس، وقد يحدث تنمر عليه. يعني يوم أنت منزل صورة لربما تجد شخص يأيدك بيها، وقد تجد شخص يسوي يستثيرك بيه، هذا الشيء ملاحظين احنا، وبالتالي أنت تقع في قضية جدا كبيرة. وعليه لابد من اختيار
نوع الحدث ونوع الصورة في النشر. طبعاً هذا شيء جداً مهم. لكن بنفس الوقت دكتور، البعض اليوم ممكن يعيش بعالم آخر، بعالم التعليقات. اليوم أنا ممكن أمدح شخص وأجامله، لكن بالحقيقة أنا أمام الآخرين لا أحكي عليه بالصورة الحقيقية. بالضبط. فأنه هو خلاص عاش بهذا العالم، عالم اليوم أنه أنا كلها تمدحني ومبينة فقط الإيجابيات بي، لكن لما تجي على حقيقة الشخص هو إنسان سلبي، لكن على السوشيال ميديا هو ملاك. كيف يعني احنا نصحح هذه المفاهيم؟ طبعا انت ملاحظتك كلش جميله بهذا الموضوع، انه الناس تعيش شيء وتطرح شيء وفي داخلها شيء. بالضبط. يعني المضمون شيء والشكل شيء اخر. ما يعني يمر علي مرات اقرا التعليقات اموت من الضحك. المضمون شيء والشكل شيء اخر. حقيقه اكو ثقافه سائده الان من خلال شغلنا احنا الاعلامي ومراقبتنا للبرمجيات وتطورها. اكفت قضيه حقيقه، هذه القضيه تحت شعار علق لي وعلق لك. يعني انا اشوف الشخص اللي يتعلق له هو يعلق، وبالتالي نخلق وهم احنا، وهي اكو اشكاليه كلش كبيره بالوهم. ليش؟ الوهم يؤدي الى ابعاد نفسيه عواقبها غير محسوبه على الفرد حقيقة، وبالتالي قد يصدق هذا، قد يصدق الوهم. أنت دا تحمدي ودا تقولين أنت كذا وأنت كذا والآخر، وبالتالي وإحنا بعدين صنع لنا صورة وشخصية مغايرة لشخصية الحقيقة الحقيقية، وبالتالي بدأ يعيش هو شخصيتين، شخصية الافتراضية اللي ناس تمجد به وتمدح به وتجمل به، وهو شخصيته الحقيقية اللي هي معاكسة تماما، وبالتالي قد يؤدي إلى انفصام في الشخصية وإلى تنمر وإلى سلوك عدائي وإلى سلوك غير سوي وإلى حدوث مشاكل. بدأ يعيش عالمين، يعيش عالم هنا وعالم هنا، وهذا يترك أثاره طبعا على الشخص بصورة كاملة، ومن ثم تعامله مع الأسرة، وبالتالي سيتوحد مع الجهاز أنه يجد الجمال وين والراحة والسعادة في الجهاز، وبالتالي ينعزل تماما. حتى أهلهم يعني الأهل يدعمون بعض التعليقات، يعني يعرفوا بابنه أو بنته هي سلبية والمشكلة يجملهم بالتعليقات. نعم حقيقة هذا مؤثر جدا، لأنه راح يأثر أولا إذا كان طالب راح يؤثر على واقع العلمي، على واقع الاجتماعي، على تحصيل العلمي، ومن ثم لابد أن نتخذ أساليب جديدة في أن ننحو إلى موازاة هذه الأنشطة بموازاة البحث عن أنشطة موازية تبتعد قليلا عن الواقع الافتراضي، حتى تحدث عندنا مساواة بين الطرفين وتكون الشخصية سوية. طبعا دكتور أكيد احنا راح نستمر بحديثنا بخصوص موضوعنا لهذا اليوم، لكن زملائنا أكيد عادين ان استطلاع بخصوص موضوعنا، فنتابع لكم مشاهدينا هذا الاستطلاع، من بعد أكيد يعني نراجعين كم أكيد راجعين. الكلمة حشرت. صباح الخير أحبتي مشاهدي متابعي قناة زاغروس الفضائية، صباح الخير زملائي داخل الاستوديو. اليوم فقرتنا تتحدث عن الأشخاص اللي يلتقطون الصور بكثرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ترى التقاط هذه الصور هل هي مجرد هواية أم حب للذات؟ ننتظر آراء الناس في هذه الفقرة. تلتقط صور هواي، تاخذ صور هواي وتنشرها لو لا؟ اي نعم اخذ صور هواي وانشر. زين انت اعتقد بهذا الموضوع، اكو ناس يقولون غرور، ناس يقولون لا هي هوايه او هوس. لا هوايه، احب انه اصور اخذ صور وانشرها دائما، هاي اي مكان اي مناسبه اطلع اخذ صور انا واصدقائي وانشرها. هوس هواية طبعا. تمام شنو رايك؟ هوايه حلوه هوايه. زين تاخذين صور هوايه لو قليل بحياتك الشخصيه، يعني تشغلين يومياتك على مواقع التواصل لو ما تهتمين بها؟ لا ما اهتم بها، لان كل فتره مال تمريننا يعني انا اذا دزوني انا انشرها.
اليوم موضوعنا عن الاشخاص اللي ياخذون صوره هوايه، تاخذ صوره هوايه وتنشرها لو لا؟ اي اخذ. الغايه من نشرك الصور على مواقعك الفيس او الانستا، وشنو السبب؟ هوس لو غرور؟ لا، اكو ناس تحبني ويعني يحبون يشوفوني دائما بالستوريات وانشر لهم دائما. شنو رايك باللي ياخذون صوره هوايه؟ والله كمان يعني حر بنفسه، يعني انا احشى عن نفسي انه ذكرى لا اكثر ولا اقل. طبت البكاء خلت دي ذكرى حلوه لا اكثر ولا اقل. اكو يقولون انه الشخص اللي ياخذ صوره هوايه اما معجبه بنفسه اما مره، تاخذ الصور تشاركهن على مواقع التواصل فقط بالموبايل؟ لا، مو شرط الا معجبه بنفسه، يعني هو مثل ما قلت لك طويش مكان، يعني مكان حلو باكر عقبه يتذكر انه طبت هالايام هذا وهذا. هاي انا اعتبره ادمان، يعني ماكو شيء ما ينزله، مثلا راح للمول نزل صوره، مثلا اكل اكله نزل صوره، وهذا ما يصير يعني شيء. انا هسه بالنسبه لي يعني التقط صور، يعني صور طبيعه، صور حيوانات، صور شخصيه، بس احتفظ بيها. يعني انا هوايتي التصوير طبعا، بس ما كلها انشرها، انشر شيء المفيد للمجتمع. يعني او مثلا متابعين على الانستغرام عندي هواي، ما كلها انشرها، لا، الشيء الحلو الشيء المفيد يعني يستمتعون به المتابعين. وفي ختام فقرتنا لهذا اليوم وبعد سماع اراء الناس، هذه عوده للزملاء داخل الاستوديو. حياكم الله من جديد مشاهدينا، اكيد رجعنا وياكم بعد ما شاهدنا مجموعه من الاراء المختلفه ما بين مؤيد ومعارض، والبعض الاخر فسر على انه هو بمبدا الاعجاب بالنفس، والبعض الاخر قال لا موضوعات غرور، واكيد هي بقت الاراء مختلفه ما بين كل اشخاص على وجهه نظر معينه يا عزيز. طبعا يا زهراء، لكن بعض الاحيان يستغلون الاشخاص السيلفي ومواقع التواصل الاجتماعي وباقي المواقع اللي نستخدمها احنا بصوره ايجابيه، قد يكون يشارك مثلا معلومات لمنطقة معينة أو معلومات عامة للأشخاص اللي فعلا يحتاجون مثلا دراسة وكتب أو استكشاف شيء جديد. طبعا فأحيانا تكون مفيدة لنا. لكن نعاود حديثنا ويا دكتور. نعم. حياك الله مرة أخرى يا دكتور. مرحبا بك. يعني دكتور، اليوم شاهدنا هذا الاستطلاع وشفنا أنه بعض الأشخاص يقولون لا هذا هوس، بعض الآخر يقول هذه رغبتي الشخصية، أنه اليوم أنا أحب أوثق مثلا تواجدي بالمكان الفلاني أو تواجدي بالمطعم الفلاني. نريد نعرف انه اليوم اذا واحد من الاشخاص شارك يومياته على موقع التواصل الاجتماعي من خلال الستوري الخاص بالانستغرام او من خلال بوست، يعني قد يكون هذا الشيء معيب الى، يعني مثلا اليوم انا رحت المطعم ونزلت اكله معينه ووراها رحت اشتريت ملابس وتوضعت لنفسي ايضا كله من خلال اصور و فاريد اعرف هل هذا الشيء يعني من المعيب الي؟ حقيقه مثل ما أنا أشرت بالبداية أنه الصورة تحمل رسالة. حقيقة أنه أنت من تي تنشر لابد أن تكون فكرة عند الناشر، لماذا أنشر هذه الصورة ولمن أوجهها؟ أنت مصدر أصبحت. أنت اليوم تنشر الصورة مصدر، وبعدين أكو متلقي راح يتلقى هاي الصورة اللي هو جمهورك اللي أنت ضايفهم، وعليه أنا راح أشوف هاي الصورة ليه صورتها، ماذا تحمل، وأي شيء ولمن. لابد أن تحمل قضية وتحمل حدث حقيقة. أما أنا اليوم قاعد دا أكل أصور الأكل وأصور، هذه تجي حقيقة تحت موضوع التفاخر، التفاخر بالنفس صح، ومحاولة إظهار صورة قد تكون كاذبة، وبالتالي أنا راح أوصل صورة للآخر عن تفاصيل حياتي الخاصة اللي هي جزء
من شخصيتي وجزء من تكويني، ماكو داعي اطلع الناس عليه. اللي اتوقع كانوا اهل قبل، احنا مثل ما نقول كانوا يشاركوها من خلال صورهم والشخصيه الخاصه اللي تتم من خلال الفيلم اللي يتحمض عند المصور باقي التفاصيل. يعني اليوم صاروا يشاركوه على مواقع التواصل الاجتماعي. بس اكو بعض الاشخاص مثلا شو يقولون، يعني يقولون احنا دا نصور من باب توثيق يومياتنا حتى بالمستقبل القريب او البعيد نرجع نشاهده يصير علينا بصوره سهله. هنا شو راح تكون؟ اكو قضيه، يعني حضرتك اشرت لموضوع التوثيق. حقيقه توثيق شيء جميل طبعا، انه توثق مراحل حياتك، توثق الاحداث، توثق الاصغاء، ولكن انت مو توثق قاعده تاكل بمطعم وتنشرها للعامه، وثق لك شخصيا. لا ضير ان توثق شخصيا زين، وعليه حقيقه يعني اكو مشكله كبيره، اكو مشكله كبيره لدى الفرد في ايصال الصوره. وعليه احنا مجتمعنا مختلف من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه الثقافيه، حتى من الناحيه الاقتصاديه، اكو اختلاف، يعني اكو اختلاف نوعي حقيقه. وكل المجتمعات العالميه بها، يعني بها الغني بها الفقير بها اللي حالته متوسطه، اكو امور قد تكون في مجتمع مقبول وقد تكون في مجتمع اخر مرفوض. وعليه انت من خليت صورتك في هذا العالم الافتراضي كل الناس تشوفه ومتاح زين، وعليه لابد انه ان ناخذ في حساباتنا ان خصوصياتنا ما تطلع للاخرين. وعليه ايضا نوع الصوره الذي قد يخدش الحياه. ومن ثم هناك اكو اشكاليه كبيره يعني لابد من الوعي بها. اليوم احنا امام برمجيات هائله، برمجيات الادوبي ديزاين، الفوتوشوب، الكورل درو، الان اصنع ما اشاء بالصوره واركب ما اشاء، وبالتالي تحدث مشاكل كبيره، يحدث ابتزاز، تحدث مشاكل اجتماعيه، احيانا نهايتها السجن واحيانا قتولات. دكتور نقف عند هذه النقطه حذرين. بما ان داهمنا الوقت اثرت حضرتك نقطه جدا مهمه وهي موضوع التغيير هيكلية الصورة بأكملها. راح أتحدث عن جانب البنات اليوم. اليوم بدأوا البنات يتأثرون بالمشاهير بصورة جدا كبيرة. الفنانة الفلانية أو الموديل أو غيرها تتمتع بقوام جدا رائع وجميل، لكن بعد ما تظهر الصورة الحقيقية أنه هي مسوية فوتوشوب. لكن أثر على نفسيتهم، البعض بدأ يتجه إلى العمليات التجميلية الخطيرة، بعض الآخر ممكن حياته انتهت بسبب هذه المواضيع اليوم اللي تثيرنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نريد نشوف فيها فقط الجوانب الجميلة اللي هي عبارة عن فوتوشوب دون الانتباه إلى هذه النقطة أنه هي متغيرة تماما تختلف عن الحقيقة. إن الله جميل يحب الجمال، وحقيقة بناتنا وطالباتنا وأخواتنا من حقها أن يعني تظهر صورتها الجميلة أمام الحياة، هذا شيء يعني طبيعي جدا، ولكن أن لا تتلاعب في الحقيقة. اليوم التكنولوجيا الحديثة وفرت لنا فلاتر عديدة تغير اللون، أبيض أسمر، أسمر والعيون وكذلك حتى عمليات التجميل تغير. فلكن أنا أتساءل وخصوصا البنات أنه هناك إشكالية كبيرة، إلى أين نصل مع هذا الاستعراض الهائل؟ كل يوم صورة، كل يوم شكل، وين نوصل إحنا؟ وين راح نوصل؟ يعني هي خلي تسأل نفسها، وين راح أروح أنا؟ زين وين راح اوصل؟ ومن ثم الحقيقه تكتشف. ولابد من الحذر الكبير بسبب التوظيف السيء للبرمجيات الالكترونيه عبر الحاسوب من خلال التلاعب بالصوره والتلاعب بالحدث. لا الان بل اصبحت البرمجيات تتلاعب في الصوره المتحركه وفي الصوت، وعليه لابد الحذر حقيقه، ولابد ان نسأل نفسنا لمن هذه الصورة؟ وأرجع وأكرر بصورة عامة أن لكل صورة هدف ولكل صورة حكاية. نعم دكتور. وعليها أنا لازم أفكر بالصورة اللي أنشرها، شنو حكايتي وشنو اللي أريد أوصله. دكتور احنا وصلنا وياك لختام حديثنا لهذا اليوم، بس نحب نوثق حديثنا وياك بصورة حتى يظل ذكرى للزمن. أنا سعيد جدا حقيقة. خلينا ناخذ سيلفي ويكون هو توثيق لحديثنا بخصوص موضوع السيلفي لهذا اليوم. سعيد جدا بكم، أنا كل السعيد. شكرا لك وإبداعكم الجميل. الله رائع جدا، جميله احشت ايدك، رائع جدا، انتم اللي جملتوا الصوره. شكرا دكتور. يعني دكتور اليوم حدثنا بكثير من المواضيع اللي من الممكن ان تفيد المجتمع بالمستقبل القريب والبعيد. شكرا لك دكتور لكل المواضيع اللي تكلمنا بها، وان شاء الله تكون لقاءاتنا القريبه اكثر واكثر ان شاء الله. انا سعيد جدا بكم وبابداعكم، واوجه تحيتي
لجميع مشاهدي قناة زاغروس أرى. شكرا لكم. شكرا لك مرة. شكرا لك أبدع الدكتور. مشاهدينا بما أنه إحنا أخذنا سيلفي أنا وعزيز والدكتور، هسه خلونا نروح نشوف أخطر سيلفي في العالم.